لاجلك مرهوانا روح العزيزة لاجلك مرهوانا هي 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 الله يا ابو فارح الله العب يا ابو مؤيد واحد مع الاول سلام الله يا خالد والعند شكرا وهيا ناجيانا صبر قهوي بالفانا ديانا صبر قهوي بالفانا ديانا والعند شكرا وهيا ناجيانا صب القهوي بالفانا ديانا صب القهوي بالفانا ديانا يا اللي داعيانا اسوى من الدنيا هروب وعمل يوانا قسوى من الدنيا هروب وعمل يوانا الله يا علاء الرجال الله العب الساحة شباب الساحة يلا مونس الساحة يا اخوان الساحة بس العب يا ابو فالح العب هاي 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 مع الاول واحد الساحة الساحة يلا تسوى المال اللي بالبنك المركزي تسوى المال اللي بالبنك المركزي هاي صار يا زرايل يفضل وتمشي هزهازي تسوى المال اللي بالبنك المركزي تسوى المال اللي بالبنك حيوم عزمنا العم ابو انس الشقران الله حيوم واهلا وسهلا بالجميع على الرحب والسعه والبطل تعني وروح الجوازي لتعاشير الغير وتنسيني انا لتعاشير الغير وتنسيني انا هي 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 ها ها
وسهلا سيد رئيس بلدية الرمثة سيد أحمد الخزاعنة، يلا حيوه. شباب النص شباب النص النص يلا اضبط النص يا زرعي فطولو يا ولادي عطي عند الشقراني والخالق من تبي عند الشقراني والخالق من تبي السيد احمد الخزاعني رئيس بلدية الرمثة يلا حيوه يا زرعي فطولو يا ولادي عمي عند الشقراني والخالق ملتمي عند الشقراني والخالق ملتمي هي 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 الله السيد عمر الرشدان اهلا وسهلا الله التحية بعشرة أهلا وسهلا بالشيخ أبو مطلق الله حيوه خي يا أناس ولا تسأل أطي عجل بالدهوة قبل ما أموت أنا عجل بالدهوة قبل ما أموت أنا يا ابو محمد العم قلت الشيخ ابو قاسم الله حيوه هي 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 يلا 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 الساحة يا شباب الساحة الساحة عاش ابو ناس عاش ابو قاسم الساحة يا شباب الساحة
يوحد. اخلع الساحة يا شباب، الساحة يا اخوان، شباب الساحة اذا تكرمت علينا رجاء الساحة، الساحة والمشاركة فيهم عزيم حباب العم ابو انس على الدبكة. الله يا خالد. ايه ايه جفرة وهاي الرابع وتكشي وتوطي فرع عن كرج الحاجل ومكشف الكوطي. شباب كلية الإعلان جامعة اليرموك أهلا وسهلا. طبع من اخواني وكل الحواليا
ابو سميه من بعد ابن الاول الله يحفظه.